من أجل تعزيز تنمية الأحياء البحرية من خلال التنسيق بين الظروف المواتية لجعل قطاع تربية الأحياء البحرية ذراعا حقيقيا للتنمية. وتماشيا مع استراتيجية مخطط اليوتيس، نظمت الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية لقاء جهويا إخباريا حول فرص الاستثمار في تربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة، لقاء يرمي إلى تعزيز إمكانيات تربية الأحياء البحرية بهذه الجهة وتوفير فرص الاستثمار لدى مختلف مكونات هذا القطاع. في هذه الاستراتيجية ديال الوكالة، أول حاجة قمنا بها وهي بلورة واحد الإطار قانوني لتنظيم القطاع، والحاجة الثانية اللي هي فعلا منظمة القطاع وهي مشروع ديال تهيئات ديال الساحل المغربي عبر المملكة من أجل تربية الأحياء البحرية. فقبل يعني الاستراتيجية ديال اليوتيس كان تطوير ديال تربية الأحياء البحرية تدار بطريقة يعني غير مبرمجة مسبقا، وما كانتش واحد المنهجية باش يكون هذا النشاط داخل في التهيئة ديال المجالات مع قطاعات اخرين. فاحنا انطلاقا من يعني دراسات اللي قمنا بها مسبقا ومن واحد الدياغنوستيك، تبين لنا انه من الاحسن نقوموا بهذه البرمجة وب يعني بلا بلانيفيكاسيون اكواكول باش كنعطيو جميع المعطيات الكافية من أجل إنشاء واحد المشروع ولا واحد المزرعة ديال تربية الأحياء البحرية. إن هذا قطاع كيف ما تنعرفوا سابي سور لو ماريتيم، والمجال البحري هو تلتزم واحد الدراسات معمقة، دراسات ديال لوسيانوغرافي ديال واحد عدد كبير ديال لي باغامتر اللي المستثمر بوحدو ما يمكنلوش يديرها. فلهذا الوكالة قامت بهذا العمل باش تحدد المناطق الصالحة لتربية الأحياء البحرية واللي هي فارغة واللي هي يعني ما فيهاش أنشطة اللي ما كتلائمش مع هذا القطاع. وإن شاء الله قريبا غادي نعطيو الانطلاقة للاستثمار يعني في إطار تنزيل هذا المخطط اللي تيعطينا واحد ان بوتونسييل تري تري انتريسون نيفو دو سوس ماسا، يعني آفاق واعدة لهذا القطاع في منطقة سوس ماسا. اللقاء عرف مشاركة عدد من المتدخلين في المجال التنموي بالجهة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال تربية الأحياء البحرية. برنامج التنمية الجهوية من بين القطاعات الواعدة بالجهة هو قطاع تربية الأحياء البحرية، والمجلس الجهة صادق على اتفاقية إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية التي حددت مجموعة من المناطق التي سيتم فيها تشجيع الاستثمار في هذا المجال. فاليوم الدراسي كان غني، كان في واحد مجموعة من الخلاصات التي سنعمل مع الوكالة على تنزيلها على أرض الواقع، واللي يجب في نفس الوقت أن تجمع بين أولا يعني تشجيع المستثمرين للقدوم للاستثمار في هذا المجال، وفي نفس الوقت تعاون مع التعاونيات الموجودة الجانب الاجتماعي وتشجيعها على تطوير منتوجاتها وملائمتها لمتطلبات السوق. في الحقيقة جامعة بن زور بدأت الأبحاث حول أحياء البحرية منذ القديم، لأن خصوصا أنها في منطقة اللي هي ساحلية، تم الاهتمام بعدة عينات من الحيوانات التي يمكن أن تستثمر في حقل التربية مثل أبلاح البحر اللي هي نوع من الصدفيات. وكانت أول نتائج في الحقيقة اللي برزت في بعض الدراسات سواء في إطار ماستر أو إطار دكتوراه هي التي تم استثمارها في إحداث بعض محطات تربيات بلح البحر بالمنطقة، واللي كيعرف دروك تطور عبر التعاونيات. ويمكن أيضا أن تكون هناك أبحاث في مجال تثمين أكثر لهذه المنتوجات. التدخل ديالي هضرت على ما يمكن أن تقدمه الجامعة في هذا الميدان، خصوصا ما هو فرص التكوين وبحث علمي، وأيضا ما يمكن أن تقدمه الجامعة من نصائح أو دراسات ومصاحبة لحاملي المشاريع. ولتقاسم الخبرات في مجال تربية الأحياء البحرية على المستويين الوطني والدولي، تم عرض مجموعة من التجارب الناجحة في هذا المجال وكذا أفاق تطويرها وتنميتها بهذه الجهة. Je suis venu partager mon
Mon expérience de mytiliculteur, c'est le nom que l'on donne aux éleveurs de moules. Donc j'ai expliqué rapidement comment on faisait l'élevage des moules avec des structures en pleine mer. Voilà, donc qui sont adaptés à résister aux tempêtes, etc., etc. Donc tout à fait adaptés à l'Atlantique du Maroc, Méditerranée, côté Méditerranée également. Et donc, vu la richesse des côtes marocaines au niveau de la moule, donc tout laisse à penser qu'on peut se lancer dans ce genre de projet. كذلك من بين الأهداف اللي جات بهم التعاونية هي أنها تحافظ على الموارد الطبيعية لا المنتوج داخل البحر وكذلك الموارد والحمد لله راه دينا الاستفادة بزاف من هاد الناس التجربة ديالهم استفدنا منها مزيان وما كرهناش إن شاء الله باش نلقاو الممولين اللي غادي يمولونا باش إن شاء الله حتى حنا باش نديروا هاد التجربة بهاد التربية باش تكون في الداخل باش حتى حنا نستافدوا وحنا التعاونية راه كتمشي على التنمية المستدامة وعلى معايير الجودة وكنتمناو من الله تبارك وتعالى باش يزيد هاد الشيء لقدام إن شاء الله نخليوه من الجيل للجيل إن شاء الله.